هنتكلم على فيديو مهم هو الترانسبورت، ازاي اي مادة ممكن تتنقل من خلال الممبرين. بس في الاول لازم نعرف شكل الممبرين. لو جينا بصينا في الدوائر السوداء دي بتمثل الهيد اوف الفوسفوليبيد. الفوسفوليبيد او الدهون موجودة في طبقتين في الممبرين، فيها هيد وده بيكون ناحية الاكسترا سيلولار فلويد بره، ده اللي بيحب المية وبنسميه هيدروفيليك. اما اللي جوه اللون الاحمر هو اللي بيكره المية هيدروفوبيك. طيب طبقتين الليبيد يمين وشمال فيما بينهم البروتين. البروتين ليه اشكال مختلفة، ممكن البروتين ده ياخد السيكنس اوف ذا هول ميمبرين واسميه انتجرال او كامل، وممكن ياخد الطرف بس هسميه بيريفرال. وكمان هنعرف ان الانتجرال له اشكال مختلفة هتفيدني في ترانسبورت كتير. طيب عايز اقول حاجة مهمة جدا دلوقتي، الليبيد سوليبل سبستانسز، السهم الاسود اللي نازل لتحت بيعبر عن المواد اللي بتدوب في الليبيد، اللي بتعدي في الفوسفوليبيد باي لاير اللي هي الطبقة الحمراء لايبوفيليك. هتلاقوا ان انا قسمتها الى جزئين، اكسجين ونيتروجين والكهول طائفة لوحدهم، والووتر حالة خاصة. ليه ما حطيتش الووتر معاهم؟ الووتر منطقيا مش سهل انها تعدي في الليبيد باي لاير، المية بتعدي في الووتر لاير بتاعتها، ولكن الووتر مهم لأي سل لازم تعدي. اللي هيخليها تعدي ان عندها ميزتين، الميزة الاولى سمول موليكولار ويت، وزنها صغير، مية بتعدي في اي حتة، وعندها كايناتيك انرجي او طاقة حركة عالية. سرعة اندفاع المية عاملة زي سرعة اندفاع الرصاصة، لما تيجي تدوس على الزناد رصاصة بتتحرك بسرعة في المجرى بتاعة البندقية تخترق اي جسم يقابلها. المستين دول هما اللي خلوا الووتر تتغلب على انها مش لايبو فيلك كويس. طب سؤال مهم، مين هو السبستنسز اللي بتدوب في المية؟ عندنا هنقسمهم الى سمول ولارج. اللي سمول هو الكربون دايكسايد، بالرغم ان السي او 2 وزنه اكبر من الاكسجين لكن قدرته على الذوبان في المية 24 ضعف قدرة ذوبان الاكسجين لوحده. هنعرف الكلام ده مع الريسبيريشن او التنفس بعدين. اما اللارج موليكيولز هي الجلوكوز اند يوريا، السكر وزنه كبير بس احنا محتاجينه يدخل جوه السل علشان يتحرق ويديني اي تي بي مهم جدا لاي خلية. طب ازاي الجلوكوز يقدر ان هو يعدي؟ ده السؤال المهم. عشان الجلوكوز يحصل له ديفيوجن او يمر محتاج لبروتين، محتاج لكارير، لشيال ينقله. فاكرين لما قلت في بداية الفيديو البروتين له اشكال متعددة، احد هذه الاشكال هو الكارير. طيب نرسم مع بعض ونتخيل اللي هيحصل حاليا. طالما انا محتاج كارير ينقلني يبقى الديفيوجن بتاعي مش بسيط، مش سيمبل، لان السيمبل ديفيوجن معناها هو الترانسبورت من هاي كونسنتريشن اوتسايد الى لو كونسنتريشن انسايد، او من هاي كونسنتريشن جوه
الى لو كونسنتريشن بره. انت بتتحرك بشكل بسيط بمجهودك، لكن فاسيليتيتد معناها انت محتاج واسطة، محتاج اللي يسهل النقل بتاعك. عشان كده عايز اقول لك حاجة مهمة، اللي يميز الفاسيليتيتد عن السيمبل وجود كارير. هو مش محتاج انرجي، مش محتاج طاقة، لان الفيديو اللي جاي هقول لك عشان تتنقل بانرجي يبقى محتاج تكسر اي تي بي. لا، انا مش اكتف في النقل، انا ببقى باسيف، ببقى سلبي، وبقول ان بتنقل بالالكترو كيميكال جريدينت. معنى جريدينت هو فرق التركيز، هتتحرك من العالي للواطي، وبنسميها في المراجع داون هيل، كأنك فوق قمة تل تتحرك من فوقه لتحت، بتتزحلق عليه. طب نقطة مهمة، بصوا معايا على الشكل، ادي الليبيد باي لاير يمين وشمال. طب وايه التيوب الاسطوانة دي السودة اللي بحرك عليها الماوس؟ دي تشانل او بوابة ضيقة. طالما بوابة ضيقة ما يعديش منها الجلوكوز اللي الموليكولار ويت بتاعه كبير، دي تعدي ايونز فقط لا غير. طب ايه اللون الاحمر عامل زي حرف يو كبيرة؟ هو ده الكارير. عشان كده كتبت لكم جملة بالعربي تحت، جلوكوز مش هيعدي من الليبيد باي لاير بسهولة، لا مش هيعدي بسهولة، او من التشانل الضيقة محتاج كارير. الدوائر السودا اللي بره هي الجلوكوز اكسترا سيلولار فلويد. هقول لكم على حاجة قبل ما نقلب السلايدز دلوقتي، كل جزء من الكارير في حتة اسمها بايندنج سايت، مكان يمسك فيه الجلوكوز. بعد كده الكارير لو تلاحظوا بقها مفتوح لفوق، هتمسك في الجلوكوز وبعد كده تتقلب كأنها تاخد الجلوكوز من بره اكسترا سيلولر، تدخله لجوه السل، وبعد كده ترجع تغير شكلها تاني وتجيب جلوكوز اخر وهكذا. عشان كده بقول لك ايه، ده الفوسفوليبيد باي لاير الاحمر، وده الكارير، والجزء اللي داخل لجوه هنا بالماوس، الحته التانيه اللي جوه دي، ده البايندنج سايت، ده المكان اللي هيمسك الجلوكوز من بره. طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ادي المنظر، الجلوكوز كارير كان عامل زي يو مفتوحه لفوق، اتقلبت ودخلت الجلوكوز الى جوه. ولكن السؤال اللي اي طالب بيساله وهو بيتفرج على الفيديو، هل يا ترى الكارير ده يشيل جلوكوز لما لا نهايه؟ اقول له لا، هاز ترانسبورت ماكسيمم، ليه اقصى كميه